مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال الأستاذ مصطفى ومدام فرح من لابونتير. بداية مرحب فيكم معنا البرنامج، ونتمنى تعرفونا المزيد عنكم وعن بداياتكم مع مجال المجوهرات. في البداية أتشرف بقناة ABC لحضورها الكريم لمجمع الذهب والألماس في دبي، وأحب أرحب بكم أن أنتم شرفتونا بوجودكم طبعا الكريم معنا. وأعرفكم بنفسي، أنا مصطفى دياب المدير التنفيذي للشركة، وأعرفكم بالأستاذة فرح دريدي، هي تعرفكم بنفسها أكتر وتعرفكم عن شركة لابونتير للمجوهرات. أنا فرح دريدي، المؤسسة وصاحبة شركة لابونتير. أنا نعمل ديزاينات بمساعدة زوجي مصطفى دياب. عنا سنتين من اللي ابتدينا في البزنس، بس كل واحد منا كان عنده خبرة في مجاله. سيد مصطفى عنده خبرة في الأحجار الكريمة، وأنا جاية من مدرسة الفنون الجميلة، فعندي فكرة على الديزاينات والتصاميم، ومن هذيك يعني هو خبرته أنا خبرتي مع بعضنا، فكوننا معناتها الشركة هذه في مجال المجوهرات. ممكن تخبرونا المزيد، ما هي المنتجات الخاصة فيكم وشو اللي يميزها عن المنتجات الموجودة في السوق حاليا؟ طبعا في البداية أعرفكم أن أنا من مواليد دولة الإمارات، ودولة الإمارات مشهورة بتجارة اللؤلؤ، ومن رحمة الله عليه والدي كان عنده خبرة عميقة في مجال الأحجار الكريمة، وورثت عنه دراسة الأحجار الكريمة والخبرة. طبعا الشخصية في أوقات كتيرة بتفرق عن أن أنت يكون دارس، ودعمتها بالدراسة عن الأحجار الكريمة. واللي بيفرق شركتنا عن الشركات التانية أن احنا بنستخدم أرقى أنواع الأحجار الكريمة وأنقى أنواع الألماس، بيتم اختياره بعناية شديدة جدا، وده اللي بيفرقنا عن الشركات المنافسة. أن احنا عايزين شركة تكون محلية تنافس الأسواق العالمية عن طريق الكواليتي بتاعت المجوهرات نفسها، وعن طريق اختيارنا للأحجار بدقة عالية جدا، من حيث الكت، من حيث الكلاريتي. وبالنسبة للتصاميم للمجوهرات، فطبعا الأستاذة فرح هي اللي هتقدر تكلمكم عن التصاميم بصفة أكبر. يعني معظم مجموعتنا مستوحاة من التراث العربي، مستوحاة من العمارة بإمارة دبي. عنا مجموعة Love Muse هي مستوحاة من متحف المستقبل، مجموعة بيشا هي مستوحاة من التربوش المصري، عنا مجموعة سيران هي آخر مجموعة لسنة 2023 هي مستوحاة من الهندسة المعمارية لبرج خليفة. فوجودنا بدبي خلينا يعني نستوحى أكثر الديزاينات من المدينة اللي احنا عايشين فيها، اللي هي معناتها مأثرة علينا، مأثرة على حياتنا. بعد النجاح الرائع اللي حققتوه والسمعة الطيبة اللي اكتسبتوها، ما هي الخطة والرؤية المستقبلية؟ خطتنا بان احنا شركتنا شركة لابونتير شركة محلية موجودة في دولة الإمارات، طبعا بكامل الدعم الموجود من الحكومة الإماراتية وتسهيل إجراءات إنشاء الشركة. خطتنا أن احنا نوصل من المنتج المحلي لمنافسة أكبر الماركات العالمية، من حيث الكواليتي، من حيث السعر. وجودنا في دولة الإمارات طبعا بأن أنت موجود في الهب بتاع الميدل إيست، وأن أنت يبقى عندك سهولة في إنشاء شركة ورخصة قوية كرخصة مجوهرات، ان انت يبقى عندك المجال ان انت تنطلق من دبي بسهولة ويسر، انك تشارك في معظم المهرجانات الموجودة، معظم معارض المجوهرات. دولة الامارات بتدعم معارض المجوهرات من اول ابوظبي، الشارقة، الفاشن شو اللي موجود في دبي، فبيبقى عندك سهولة ويسر ان انت توصل من الشركة من السوق المحلي للعالمية. الكواليتي اللي احنا بنعملها، بنعمل كواليتي يكاد يكون أرقى من معظم الماركات العالمية. نقدر نقول إن احنا أسعارنا أسعار منافسة جدا، تكاد تكون أقل من 60% من السوق العالمي، ومقابل كده بنقدر نديهم مجوهرات
بصفة نقدر نقول إن هي الكواليتي اللي موجودة للأحجار اللي بنستعملها زائد الفينيشنج اللي بنستعمله في المجوهرات إن هو يكون منافس قوي جدا من السوق المحلي للعالمية. نتمنى لكم دائما التوفيق. Our highest jewelry, it's called Ocean Drops. It's made of emerald from Panjshir area. It has the finest and the clearest and the more vivid color of the green. And it has a good luster and it gives a lot of sparkle whenever wear it anytime during the day or at night. It's a really luxurious piece that we are really proud of producing it. And these pieces are made custom made and pre-ordered. من خلال خبرتكم الطويلة وتواجدكم في دولة الإمارات، ما هي نصيحتكم لأي حد جديد عنده طموح يأسس عمل خاص به داخل الدولة؟ والله النصيحة اللي نقدر نقولها طبعا بدعم سمو الشيوخ اللي موجودين الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد والدائرة الاقتصادية ورجال الأعمال اللي موجودين، نقدر نذكر أساميهم مثل أستاذ محمد العبار صاحب الجولدن دايموند بارك اللي احنا فاتحين فيه الوركشوب بتاعتنا، دعم قوي ومستمر من حيث إجراءات تخليص المعاملات، الرخص، سهولة فتح الحسابات البنكية، كل دي سهلت لنا ان احنا نقدر بسهولة تفتح شركة في الدولة، وان انت يبقى عندك مجال من الدولة هنا، وان انت موجود في الهب بتاع الشرق الاوسط انك تقدر توصل بسهولة لمستوى الاسواق العالمية، بحيث ان الامارات من الدولة اللي جامعة لأكثر من 165 جنسية من جنسيات المختلفة، معظم رجال الاعمال في العالم بيستقطبوا الدولة بتستقطبهم دلوقتي في ان هم يبتدوا ينشئوا مشاريعهم في الدولة، فده بيسهل على المستثمر في الحجم الصغير والحجم المتوسط ان هو يقدر يكبر بسرعة بالدعم المستمر اللي موجود في الدولة ورجال الاعمال اللي موجودين فيها. بالنهاية ممكن تخبرونا ونخبر جميع المشاهدين اللي بيتابعونا كيف نقدر نوصل ونتواصل معكم. شركة لابونتير باي فرح هي من أوائل الشركات اللي تبيع على الأونلاين عن طريق الموقع، وما زلنا مستدامين ولقينا إقبال كثير يعني على المستوى المحلي والمستوى العالمي. ممكن تتواصلوا معنا على الموقع متاعنا الإلكتروني، وتقدروا تتواصلوا معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق الموقع الأونلاين وعن طريق رقم التليفون اللي موجود 056-777-3077. شكرا جزيلا، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.